ممتاز. وحضرتك بقى واحنا بنسمع مشهد الأزمة الاقتصادية العالمية، واحنا كمان بنتكلم هنا في مصر عن يعني إصلاحات بتأخذ وقتها وتأخذ طريقها، فين احنا كاستثمار من هذا كله؟ ليه اعتبرت في مقالك الأخير انه عجز الموازنة او الفائض او كل ده لن يتم إصلاحه إلا عبر الاستثمار مع احترامك لكل الخطوات الأخرى؟ بص، هي المقالة دي بالذات كانت محاولة لإعادة الدفع بمسألة الاستثمار إلى الصدارة أولا، ولا إلى اعتبارها محورية في حل كل مشاكلنا الاقتصادية. إحنا ممكن نبص لكل مشكلة من دول على إنها موضوع قائم بذاته. عندنا مشكلة بطالة، طب نعمل إيه؟ يبقى نشوف إزاي نشغل الناس. عندنا مشكلة تصدير، نعمل إيه؟ يبقى ندور على الصناعات ونديها دعم تصدير. عندنا مشكلة إنتاجية، يبقى نعمل إيه؟ يبقى نحاول نحسن مستوى الإنتاجية. أنا اللي بقوله عندنا دين عام، عندنا رغبة في التصدير أكتر من كده. أنا كل اللي بقوله إنه في الحقيقة لو حللنا كل مشكلة من دول ورجعنا بيها لأصلها، هتلاقي في نهاية الأمر لا يحلها إلا زيادة في الاستثمار الخاص، وزيادة كبيرة ومضطردة ومستمرة سنة ورا سنة، مش مجرد حاجة كده طفرة وتطلع. بمعنى انه يعني هديك مثل بسيط. لما تيجي تقول عجز الموازنه، ممكن تقول اذا على الحكومه انها تقلل الانفاق وتبطل تشتري سلع مش عارف طرفيه، والوزراء ما يغيروش عربياتهم، كل الدوشه دي هتلمها هتطلع فك ولا حاجه، يعني مش هتؤثر على الاطلاق بعجز الموازنه. ممكن تعبر عن مشاعر مهمه اجتماعيه وانسانيه، وان الحكومه يعني بتشعر بالناس وبتضغط نفقاتها، لكن في الاخر مش هتؤثر. ايه اللي هيأثر؟ ان حجم الاقتصاد يكبر، وبالتالي حجم الدين يصغر نسبه لحجم الاقتصاد الكبير. اذا ده استثمار. طب اشغل الناس ازاي وانا خايف من البطاله؟ معناها ناس تعمل مصانع جديده عشان الشباب يشتغلوا فيها، يبقى استثمار. فكل اللي بقوله اننا نقدر ننظر الى كل من هذه المشاكل على حده، ونقدر نرجع خطوه لورا كده ونقول العنصر الحاكم في كل من هذه الأشياء هو ضرورة زيادة الاستثمار الخاص. طيب يا دكتور.